بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو الذي رأيناه من قبل، قمت ببعض التجارب على جهازين للحماية التفاعلية بحساسية 300 ملي أمبير لنرى إذا كان حقا يحقق حماية الأشخاص من لمس غير المباشر، و 30 ملي أمبير إذا كان يحقق الحماية من اللمس المباشر. ونظرا لحساسيته العالية فإنه من البديهي أن يحقق مثل هذه الحماية. وبهذه المناسبة اتصل بي أحد الإخوة وهو كهربائي محترف، وأخبرني وأنا لا أشك فيما قاله بأنه لمس ذات مرة عن طريق الخطأ سلك الطور فتعرض لصدمة كهربائية عنيفة، لكن لأن مدة اللمس كانت متواصلة انفتح القطع التفاضلي، وهذا يعني أن هذا الجهاز يحمي من الصعق الكهربائي لكنه لا يحمي من التكهرب. واليوم وبنفس الجهاز ذو الحساسية 30 ملي أمبير سألمس مرة أخرى الطور، وللتأكد من أن هذا السلك هو الطور حقا سنراقب الطور باستعمال المفك الكاشف. ونربط جهاز الفولتمتر بين طرفيه لنتأكد أن التوتر هو توتر الشبكة وليس توتر آخر. التوتر إذن كما نرى هو 234 فولت، وباستعمال مصباح 200 واط نتأكد أيضا أن المربطين خاضعين ل 230 فولت بإشعال المصباح. وللذهاب بعيد قليلا في هذه التجربة أضع مفك في هذا القطب، وبواسطة المفك أتأكد من أن هذا المربط هو فعلا متطور، ثم بإحدى اليدين أمسك القطعة الحديدية للمفك واليد الأخرى أضعها على الأرضية. أو ألمس بها الجدار. ولقد قمت بنفس هذه التجارب في تحدي بيني وبين أخ من العراق، حيث وصلتني بعض التعليقات رأى فيها أصحابها أن اليدان ليس لشخص واحد وإنما لشخصين مختلفين. أما بعض الاجتهادات فرأت أنني استعملت دارة إلكترونية ما، والبعض الآخر رأى أنها حيلة، أما البعض الآخر فرأى أنني استعملت محول العزل الذي يغذى ب 230 فولت ليعطينا في الثانوي 230 فولت. وهذا المحول رأيناه من قبل ورأينا كيف يحمي من التكهرب، وكيف أن القطع التفاضلي لا يتدخل عند توصيل أحد طرفيه بالمأخذ الأرضي، ورابط الفيديو موجود بصندوق الوصف. وكما نعلم فإن مصباح التستار عندما يتعلق الأمر بمحول العزل يشتعل في المربطين لأنهما عائمين. أما هنا فيشتعل في هذا المربط ولا يشتعل في هذا المربط، ومن هنا نستنتج أن هذا المربط هو الطور، أما هذا المربط فهو المحايد.
وللتأكد من أن الأمر لا يتعلق بخلع استعمل فيها محو العزل. وصل المأخذ الأرضي بأحد هذين المربطين، فإذا لم ينفتح القطع فإن الأمر يتعلق حقا بمحول، أما إذا انفتح فإن الأمر غير ذلك ويجب البحث عن تفسير آخر. وهنا القطع كما نرى انفتح، وهذا دليل على أن التوتر المستعمل هو توتر الشبكة وليس توتر المحول. ولكن منطقيا هل حقا ممكن أن نلمس الطور بإحدى اليدين وباليد الأخرى نلمس الجدار؟ وقبل أن أفسر لكم سبب عدم التكهرب، لا بأس من اغتنام هذه الفرصة وتقديم لكم هذا الكتاب. وهو كتاب تكنولوجيا في البناء واسمه الكونستركتور باتيمو. وهذا الكتاب تحصلت عليه من احد الزملاء الاساتذة منذ حوالي 30 سنة. وهذا الكتاب يساعد كثيرا في تشييد مسكن حسب المعايير الحديثة. ولكن السؤال هنا، ما علاقة بناء مسكن بموضوعنا هذا؟ والجواب صبرا قليلا وسنرى إن كانت هناك علاقة أم لا بعد الشروحات التي سأقدمها. وكنصيحة من مجرب لمن هو مقبل على البناء، أعانه الله على ذلك، وحتى وإن تطلب ذلك وقت أطول ومصاريف أكثر، لأن بناء مسكن يتم مرة واحدة فقط، أن يكون البناء بجدارين أي الدوبل مير. السمك الكلي لهذا الجدار هو 25 سنتيم زائد 15 سنتيم أي 40 سنتيم. وهذا السمك قد يبدو مبالغ فيه، لكن إذا علمنا أن هناك فراغ يقدر ب 10 سنتيم بين الجدارين تكون الأمور قد اتضحت أكثر. وهذا الفراغ بين الجدارين يمكن تركه كما هو، أو حسب الإمكانات المادية يملأ بصفائح من البوليستيرام. وترك هذه المسافة بين الجدار الخارجي والجدار الداخلي هو لبناء الجدار الداخلي على الأرضية، يعني على البلاتفورم وليس على الروافد. وطريقة البناء هذه توفر للمسكن إضافة للعزل الحراري، يعني الإيزولاسيون تيرميك، والتي تجعل الجو معتدلا صيفا وشتاء، خاصة في مناطق الهضاب العليا ذات الحرارة الشديدة في الصيف والبرد القارس في الشتاء. فأنت لا تحتاج إلى تسخين كبير في الشتاء ولا إلى تبريد كبير في الصيف، وهذا يخفض لك فاتورة استهلاك الطاقة بصورة معتبرة. فمثلا عندي مدفأة واحدة نوع سوناريك ومضبوطة على درجة لا تتعدى الربعة، كافية لتسخين 3 غرف، حمام، مطبخ، رواق، وقاعة الأكل، رغم أن درجة الحرارة في هذه الأيام الباردة تصل إلى 0 درجة مئوية. كما توفر هذه الطريقة العزل الصوتي أي الإيزولاسيون أكوستيك، أي أنها تقلل من الضجيج القادم من الخارج. العزل الآخر الذي يمكن إضافته للمسكن هو العزل من الرطوبة، والرطوبة عادة تكون قادمة من الأرض. ولتحقيق هذا العزل نستعمل صفائح من البوليستيران تغطى بطبقة من البوليتيلان، وهو نوع من البلاستيك يباع في محلات بيع الأدوات الحديدية.
هذا إذا توفرت الإمكانيات المادية الكافية. أما إذا كانت هذه الإمكانيات محدودة فيكفي وضع البلاستيك فقط، وبهذين العزلين من الرطوبة والحرارة نكون قد حققنا عزلين آخرين، هما العزل من الضجيج والعزل الكهربائي للمسكن. والعزل يكون أفضل كلما انخفضت إنارة التستر وشدت الإنارة، هذه تتوقف على عدد طبقات البلاستيك التي تفصل الأرضية أي البلاتفورم عن التراب. ولهذه الأسباب التي ذكرناها يمكنني وضع مسمار مباشرة في مأخذ التيار، واليد الأخرى ألمس بها الحائط. وهذا دون أن أشعر بأي شيء. لأنه في الحقيقة هذا الحائط الذي بنيناه فوق البلاتفورم معزول عن التراب، والحائط الداخلي يكون معزول عن الحائط الخارجي بالفراغ الذي تركناه أو بواسطة البوليستيرين، وبذلك تكون كل الغرفة معزولة عن الأرض. وهذا ما يفسر عدم تدخل قطع التفاضلي عندما ألمس الثور وفي نفس الوقت ألمس الحائط، لأن التيار الذي يعبر الجسم ويتسرب نحو الأرض جد ضعيف ولا يصل إلى 30 ملي أمبير المحددة من طرف الصانع، ويكون غير كافي لجعل الجهاز يتدخل ويفتح الدارة، رغم أن الحساسية هي 30 ملي أمبير فقط. وحسب الإمكانيات العزل يتم كما ذكرت غرفة بغرفة، أو بعزل المسكن بالكامل أي بعزل أعمدة لبوتو للونغرين أو الروافد والبلاتفورم أي الأرضية. وبهذه الطريقة التي رأينا يمكن الاستغناء على جهاز الحماية التفاضلية وكذا على الأرض. لكن وككهربائي حتى وإن كان المسكن معزول وفي أعلى درجة العزل، أي حتى عندما لا يضيء التستر أو تكون إنارته جد ضعيفة، وحينها وفي هذه الحالة يمكن حتى غطس الأرجل في إناء من الماء ولمس الثور، فإن ذلك لا يجعلني أتجاوز تعليمات الأمن والاستغناء عن هذه الحماية المتعامل بها عالميا. فهذه الطريقة تؤمن لك حماية كافية حتى وإن لمست الثور خطأ ويدك مبلولة. أخيرا، هذا الكتاب رغم أنه لا توجد فيه أي إشارة فيما يخص الكهرباء، إلا أنه يعطيك فكرة على ما يجب فعله لتحقيق الحماية من اللمسين المباشر وغير المباشر ودون استعمال أي جهاز للحماية.